السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا شباب في مقطع جديد من لعبة داينغ لايت 2. اليوم يا اخوان راح اعطيكم طريقة مميزة كيف انك تلوت او كيف انك تفرم الزومبي في الليل بافضل طريقة ممكنة في اللعبة. تشوفون هذا المكان يا اخوان اللي في الماب، تقريبا هذا اول سيف هاوس ممكن او اول طاحونة تفتحها في اللعبة. جنبها فيه جسر، تجيه في الليل كل اللي عليك تسويه انك تروح تنادي واحد من الحلوين هذا اللي يصارخون، نسيت اسم الزومبي والله، المهم انك تجي تجلده على السريع، ومجرد ما ينادي اخوياه على طول تركض وترجع الى هذا الجسر. فاللي بيصير ان الزومبي كلهم بيجونك من اتجاه واحد، وراك ايش بيكون؟ وراك بيكون الاشعة الفوق بنفسجية، يعني احتياطا اذا شفت نفسك انجلت ترجع هناك وتقهوى على السريع كذا وتعود الى الفايت. الحلو في الموضوع انك يوم ترجع الجسر ما راح يجونك الا الفايرلز تقريبا من الزومبي، وراح تجلد فيهم وانت واقف على الحافة، واذا عاد عندك السبارك ابجريد فهذا بيسهل عليك لانه بيكهربهم ويعطيهم ستن في مكانهم فما بيقدرون يتحركون، وفوق الستن هذا راح يجيهم دمج، فراح تستفيد كثير. اولا من ناحية الاكس بي اللي هو في الليل بيدبل لك الاكس بي، غير كذا انت بتجيب السكيل كومبات اللي تحتاجها، وفوق هذا كله بتجلد تلوت الجسر، يعني تلويت اسطوري اسمهم الفالوتالز او شيء، المهم حاول انك تتجنبهم، يعني صراحه ما ودك انك تضيع وقتك فيهم. فبترجع بتسوي ريست وبتعيد نفس السيناريو، بتروح بتسلم على هذاك ويرجعون لاحقونك وكذا وبس. يا شباب انا اعتبره الجلتش الحلال، دائما اجيب لكم الجلتشات الحلال في المقاطع الماضيه اللي ما فيها تخريب اللعبه بوجهه نظري على الاقل. وبس يا شباب اتمنى ان تاخذون لفه على القناه تشوفون العاب المحاكاه وفيفا نزل بشكل يومي، اتمنى تشتركون تحطون لايك، نشوفكم ان شاء الله على خير، السلام عليكم.